يردي توران ديروف اند ريسينج. أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، في الريان بارك على الأراضي العشبية ينطلق الشوط الثامن من هذه الأمسية. كل التوفيق للجميع مع انطلاقة المهرة رقم 9 فونا على المركز الأول بقيادة جون بيير غامبر. المركز الثاني أسامة الدفع يأتينا بانطلاقة اللي هي هاريس دانسر. هاريس دانسر على المركز الثاني. المركز الثالث ريجالتي لانطلاقة المعتصم البلوشي دورا جوكي. شوف مبارك بن جفال النعيمي على المركز الرابع، بينما الدخول لهاتسلاب أسامة الدفع. أيضا الأسد في موقع متقدم. في المركز الخامس يبدو لي الكثير بانطلاقة الزبارة. نعود إلى المركز الأول والصدارة، أول الذاهبين إلى بوابات الانطلاق فونا سلالة دارك أنجل على المركز الأول. هاريس دانسر ذا سكند أيها المتابعون الكرام. هاريس دانسر في المركز الثاني. شوف ذا أورنجوكي واي سايد فلاور، انطلاقة قوية فعلا في هذه الآونة. واي سايد فلاور انطلق. هاري بانكلي ليخطف الصدارة وأسامة دفع المركز الثاني، ولكن هاري بانكلي خطف الصدارة مع واي سايد فلاور.